روسيا دفعت بجنودها تجاه الحدود الإسرائيلية. الأمر أصبح واضحا من صور قد نشرت في 48 ساعة الماضية من قبل مصدر مهم ومتخصص في مسألة الانتشار العسكري الروسي في داخل سوريا، ألا وهو جي اتش أرنس. هو الذي نشر هذه الصور، هذه واحدة من الصور التي نشرت والتي توضح عناصرا من الجيش العربي السوري بالإضافة إلى مقاتلين روس. وأكد هذا المصدر بأن هذا الموقع يأتي باتجاه مرتفعات الجولان الذي تسيطر عليه إسرائيل، ولكنه لم يحدد بالضبط أين هذا الموقع. وكذلك وضح من صورة أخرى بأن هنالك جنديا روسيا يقوم برفع العلم الروسي، وكذلك لقطات أخرى من عدد من الزوايا توضح طبيعة هذا الموقع. هذه الصورة تقريبا كشفت هذا الموقع الموجود والذي تتواجد فيه هذه القوات الروسية. واضح جدا بأنهم على مرتفع باتجاه مرتفعات الجولان، وهنالك عدد من العلامات من الأرض التي ستساعدنا في معرفة هذا الموقع بكل تأكيد. ونلاحظ هنا بأننا أمام أشبه بحرف الدبليو، وكأنه خندق على الأرض فيه تواجد أمني. وكذلك نحن أمام هذه المنطقة المزروعة بالقرب من هذه النقطة، وتلاحظ بأننا أمام تلة هنا ومرتفع آخر هنا. بالتالي نعتمد على هذه التفاصيل ونتجه مباشرة بالقمر الصناعي إلى مرتفعات جولان لكي نحدد هذا الموقع، ونتجه مباشرة إلى القنيطرة وإلى قرية جبا. إلى شرق قرية جبا هنالك نفس الإشارة أو نفس النقطة على الأرض بحرف الدبليو التي رأيناها هنا. نتجه إلى الشمال قليلا وسنرى بأن هنالك نوع من التشابه مع ما رأيناه في الصورة السابقة. كذلك النقطة التي كانت مزروعة هي واضحة هنا. بالتالي هذا يوضح بأن النقطة المرتفعة التي يبدو بأن القوات الروسية متواجدة فيها هي هذه النقطة، أي إن الصورة تقريبا التقطت بهذا الشكل الذي نراه هنا. نأخذ صورة أوضح من هذه الصورة لكي نحاول معرفة هذه المنطقة بالضبط، وستلاحظ بأننا فعلا أمام نفس هذه حرف الدبليو الموجودة على الأرض، المنطقة المزروعة. ونلاحظ هذه هي التلة الأولى وهذه هي التلة الثانية، وبالتالي هذا يؤكد بأن القوات الروسية فعلا موجودة على هذه النقطة المرتفعة التي تفرض سيطرة كبيرة واضحة على طبيعة الرقابة باتجاه مرتفعات الجولان. إلى الشمال كما نلاحظ لديها نظرة ثاقبة باتجاه هذه المرتفعات، وأيضا كذلك إلى اليمين. وبالتالي هذه المنطقة لديها سيطرة استراتيجية، هي تبعد تقريبا 2.7 كيلومتر عن مرتفعات الجولان. كذلك هنالك نقطة أخرى نشرت صور لها ومقطع مصور في شهر مارس لتواجد الروسي إلى غرب هذه التلة باتجاه بلدة مسحرة أيضا في القنيطرة باتجاه هذه التلة. وأيضا كانت هنالك لقطة مصورة من هذا الاتجاه تحديدا توضح طبيعة الموقع بالضبط. نأخذ صورة أوضح بالقمر الصناعي، وتظهر في هذه الصورة التي سنراها بعد قليل هذه المباني، الطريق، وكذلك بلدة جبا أو قرية جبا التي تحدثنا عنها، نفس المرتفع الذي حددناه قبل قليل مع هذه الجبال المرتفعة، وهنا مرتفعات الجولان. وبالتالي نحاول أن نذهب إلى هذه الصورة، وسترى بأنها فعلا تظهر فيها نفس العلامات. هذه هي المباني، الطريق، وهذه هي بلدة جبا، ونفس المناطق المرتفعة التي رأيناها في هذه الصورة، وهذه اللقطة المصورة التي نشرت في شهر مارس من نفس الموقع، من نفس المصدر الذي ذكرناها، ألا وهو جي اتش أرنس. وستلاحظ بأن هذه نفس اللقطة وهذه اللقطات المصورة لعلم الجيش السوري والتواجد الروسي الواضح، أعلام روسيا في كل مكان عندما انتشرت في هذه المنطقة بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. وروسيا أساسا أعلنت بداية هذا العام بأنها سترسل قواتها باتجاه مرتفعات الجولان، لكن الأمر الواضح بأن هذا انتشار مكثف وبأن هنالك أكثر من نقطة قد تشكلت على هذه المنطقة. ونحن نتحدث هنا عن مرتفعات وعن نقاط أمنية ونقاط للمراقبة للجيش الروسي، ليست بالبعيدة أبدا عن مرتفعات الجولان. النقطة التي ذكرناها الأولى هنا، والنقطة التي ذكرناها الثانية هنا، وهذه لا تبعد إلا 2.7 كيلومتر كما تحدثنا، وهذه النقطة الأخرى من مسحرة تبعد تقريبا 4 كيلومتر، نقطة مرتفعة باتجاه مرتفعات الجولان تعطي صورة واضحة للرصد من قبل القوات الروسية. وهذا يعطي شكلا جديدا لطبيعة المعادلات الموجودة والقادمة في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم وجود أي وضوح لما ممكن أن يحدث في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط بعد كل التطورات التي شاهدناها منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. القوات الروسية كما حددناها هي تتواجد في هذه النقاط
القريبة للغاية، وهذا الانتشار الروسي واضح جدا هو يأتي مع التصعيد الكبير من قبل الجانب الإسرائيلي والتواجد المكثف باتجاه جنوب لبنان ومرتفعات الجولان، وتهديد إسرائيل المستمر لحزب الله اللبناني بأنهم سيفكروا وسيدرسوا مسألة الانتقام والتقدم باتجاه حزب الله اللبناني لإبعاده خلف النهر الليطاني تطبيقا للقرار 1701. ولا بد أن ننتبه هنا، مع هذا التواجد الروسي حزب الله اللبناني أساسا لديه تواجد وتواجد قوي في الداخل السوري، وبالتالي الوجود الروسي هنا لن يحمي فقط حزب الله اللبناني وإنما سيحمي النظام السوري وسيحمي التواجد الإيراني الكبير من خلال فصائله المسلحة المنتشرة بشكل مكثف في هذه المنطقة. مؤخرا أوسن ديفندر نقل بأن هنالك العديد من المقاتلين من جماعة الحوثي أو حتى الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو المقاتلين الأفغان قد انتشروا في السويداء باتجاه مطارين عسكريين، وانتشرت العديد ووصلت العديد من الشحنات العسكرية من الأسلحة التي تحمل العديد من الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة قد وصلت لهذه المنطقة. هنالك أيضا فصائل متواجدة قريبة أساسا من مرتفعات الجولان، وبالتالي بهذه المعادلة هنا روسيا تحافظ على نفوذها الكبير في الداخل السوري، لأن النظام السوري الأهم هو الأهم، هو النقطة المهمة بالنسبة لروسيا. ولا بد أن ننتبه هنا أن كل هذا يعني ببساطة أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران هي قادرة الآن مع هذا الانتشار وانتشار السلاح الكبير أن تبدأ بمهاجمة مرتفعات الجولان والعمق الإسرائيلي في حالة بدأت إسرائيل مهاجمة الجنوب اللبناني، وأن إسرائيل غير قادرة على فعل شيء تجاه هذه الجبهة لأنها ستصطدم مباشرة بالقوات الروسية. بالتالي القوات الروسية ستشكل نقطة حماية لأن النظام السوري لحزب الله للفصائل المسلحة التي تحدثنا عنها، وليس هذا فحسب بل إن القوات الروسية هنا أيضا قادرة من خلال هذه النقاط الأمنية نقل المعلومات الاستخبارية المهمة لإيران لتنقلها إيران للفصائل لتستفيد منها الفصائل في هجماتها على إسرائيل وتحركاتها في هذه المنطقة، وهي التي أيضا ستوفر معلومات لمن؟ لحزب الله اللبناني في نهاية المطاف في ظل هذه المواجهة الكبيرة. وكذلك أيضا في نفس الوقت في حالة أن إسرائيل حاولت التقدم باتجاه جنوب لبنان في نهاية المطاف ودفعت فعلا حزب الله اللبناني إلى خلف النهر الليطاني، فإن حزب الله سيبقى قويا ومحميا بسبب هذا التواجد الروسي. بمعنى آخر أن إيران لا زالت قادرة على إرسال الأسلحة لحزب الله، حزب الله يحافظ على بناه التحتية وقدراته في سوريا ليمد القوات وقوات حزب الله اللبنانية المنسحبة على سبيل المثال خلف النهر الليطاني لكي يستمر في عملياته ومقاومته ضد إسرائيل، وهذا هو الذي سيصعب الكثير من المعادلات بكل تأكيد على إسرائيل في حالة فكرت أو اتخذت القرار للتقدم باتجاه جنوب لبنان. وكذلك مثل هذا التواجد هو يشكل خطرا أيضا كبيرا على مرتفعات الجولان والتواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة. مرتفعات الجولان لا تعترف بها إلا الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولة الوحيدة التي تعترف بمسألة استقلالية أو تبعية مرتفعات الجولان لإسرائيل، وبالتالي الفصائل المسلحة لديها الذريعة كما لإسرائيل الذريعة بالتقدم لتطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان. هم أيضا قد يكون لديهم الذريعة هم والنظام السوري وإيران وحزب الله اللبناني لمحاولة تحرير مرتفعات الجولان ودفع إسرائيل للانسحاب من هذه المنطقة بأكملها، وبالتالي يفرضون سيطرة كبيرة بالنسبة للفصائل المسلحة المقربة من إيران أو القوات السورية، كون أن هذه المنطقة تابعة لسوريا في نهاية المطاف. لكن تغيرت الكثير من المعادلات بعد عام 1967، بالتالي الوجود الروسي هنا يلعب أدوارا كبيرة وخطيرة للغاية ليساعد إيران كما تساعده في أوكرانيا، مثل ما تقوم بأدوار كبيرة إيران في مساعدة روسيا في أوكرانيا. هذه هي طبيعة المساعدة المتوقعة مع هذا الانتشار باتجاه مرتفعات الجولان. والنقطة المثيرة بأن إسرائيل مستمرة في الضغط على جنوب لبنان وتضرب جنوب لبنان وحزب الله اللبناني بشكل كبير. كانت هنالك الكثير من اللقطات التي كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية للقوات الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي وهو يضرب عيت الشعب يارون بنت جبيل وغيرها من المناطق، يضربون الكثير من البنى التحتية لحزب الله اللبناني بعد الضربات الاستباقية التي أفشلت الهجوم الانتقامي الذي كان ينوي حزب الله اللبناني من تحقيق الكثير
الكثير من النجاحات من خلاله للانتقام طبعا لفؤاد شكر. وكذلك الاغتيالات مستمرة، كانت هنالك ضربة باتجاه الناقورة كما نلاحظ هنا باتجاه هذه السيارة التي أدت في نهاية المطاف إلى مقتل عنصرين وهما حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي. في بادئ الأمر جاءت المصادر وتحدثت بأن هذين العنصرين وهذه السيارة تحديدا هي تابعة لإحدى الشركات التي تعمل مع اليونيفيل، تقدم الخدمات لليونيفيل وهي شركة تي بي أم، ما يشير إلى أننا أمام مدنيين هم الذين قتلوا وبأنهم ليسوا من عناصر حزب الله اللبناني. لكن سرعان ما بدأت العديد من البيانات والمعلومات تثير الكثير من الجدل حول تبعية هؤلاء. فنلاحظ هنا على سبيل المثال وزارة الصحة اللبنانية لم تصف هذين الشخصين بأنهما مدنيين، كما نلاحظ هنا اعتبروهم شهداء وانتهت القصة إلى هذا الحد. كذلك أن مركز ألما للدراسات أشار بأن واحدا منهم هو على الأقل منتميا لحزب الله اللبناني، بل اتضح بعد ذلك بأن حسين مهدي مهدي هو شقيق عباس مهدي مهدي أحد عناصر حزب الله اللبناني الذين قتلوا في شهر مارس من هذا العام، وأعلن حزب الله اللبناني عن مقتله، وبالتالي هو شقيقه، وهذا قد يعني بأن هنالك ارتباط لحسين مهدي مهدي تحديدا بحزب الله اللبناني، وهو الذي يفسر هذه الضربة الإسرائيلية. لكن مع كل هذه التفاصيل الواضح بأن إسرائيل تبدو بعيدة على الأقل الآن أو في الأسابيع القليلة القادمة من الهجوم على جنوب لبنان بسبب الظروف الجارية في داخل إسرائيل. يوم أمس كانت هنالك الكثير من التظاهرات من قبل اليسار الإسرائيلي بهذه الطريقة بسبب الخلافات التي رأيناها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حول مسألة تحقيق اتفاق من أجل إخلاء أو تبادل الرهائن. هنالك 101 إسرائيلي متواجدين في داخل قطاع غزة، خاصة بعد الإعلان عن مقتل 6 من الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة. إسرائيل اتهمت حركة حماس بأن هي التي قامت بإعدامهم، وبالتالي رأينا هذه التظاهرات. هنالك خوف من الإسرائيليين تحديدا ومن المعارضة الإسرائيلية أن يتم قتل جميع هؤلاء الأسرى، بالتالي الاتفاق الآن هو الأفضل من خلال الانسحاب من محور فيلادلفيا، وهو مطلب من قبل حركة حماس. ويؤاف جالانت يؤيد هذه المسألة، لكن نتنياهو يقف ضد هذه المسألة تماما، وهو الذي جعلنا نرى هذه التظاهرات بهذا الشكل. وهذه التظاهرات كان يتواجد وسط هذه التظاهرات بني جانتس وكذلك يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وهذا يوضح أن هنالك خلافا كبيرا وخطيرا. وبنيامين نتنياهو قبل قليل وقبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم كان قد أوضح بأن محور فيلادلفيا لن تنسحب منه إسرائيل، بالتالي لا اتفاق على ما هو واضح من المعادلة على الأرض، وهذا يعني ضغطا سياسيا كبيرا في الداخل الإسرائيلي، وقد يعني أخبارا جيدة بالنسبة لحزب الله اللبناني في مسألة التقدم من قبل إسرائيل على جنوب لبنان، خاصة وأن هنالك كثير من الأحزاب المدنية اللبنانية بدأت تبدي قلقها مما يقوم به حزب الله اللبناني، وبدأت تطالب بإيقاف كل هذه الضربات على إسرائيل كي لا تدخل إسرائيل للبنان، الأمر الذي سيكون مدمرا للغاية على لبنان بشكل عام.